الكلاسيكو اف تيست هو اقتباس لحتى نحن نقيس الفرق بين النتائج اللي طلعت معنا بالنسبه لدواء مع النتائج اللي نحن نتوقع اذا كان الدواء غير فعال او النتائج المتوقعه. رح انسخ النتائج وبدي احط الاكسبكتد، رح اشيل الارقام اللي طلعت معنا واحسب. المربع الاول هو 140 على 200 ضرب 100 على 200 باعتبار انه الحدثين مستقلين، اخذنا الناس اللي صاروا سرفايفر على العدد الكلي ضرب العدد اللي اخذوا الدواء على العدد الكلي، يعني 100 على 200 ضرب 140 على 200 هاي بتطلع معنا النسبه، نرجع نضربها نحن ب 200 حتى يطلع معنا العدد. بنختصر 200 من فوق 200 من تحت، رح ناخذ 100 تقسيم 200 ضرب 140 بيطلع 70. المربع الثاني احنا اخذنا 100 ضرب 60 تقسيم 200 بنفس الطريقه المربعين الثانيات، طلع معنا النتائج بالكنترول مثل النتائج بالتريتمنت، مثل ما قلنا النتائج نحن متوقعه هي النتائج دواء اذا كان غير فعال. هلا حسب البي فاليو لاختي للكاسكوير بنروح من هون على الستاتستيكال، هاي كاسكوير تيست الاكتشوال، بنحط النتائج الحقيقيه الاكسبكتد، بدخل النتائج المتوقعة بنحط اوكي وطلعت معنا النتيجة. النتيجة احصائيا مهمة لانه اصغر من 5% معناها نحن بنعرف انه هذا الدواء فعال وانه النتائج تختلف عن النتائج المتوقعة نحن متوقعة اذا الدواء غير فعال.